ومكانة التسامح في ديننا الحنيف سواء في القرآن أو السنة، يعني استدراكا لما تفضلت به، وبعض المواقف اللي ظهر فيها تسامح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، والله يعني لو نظرنا إلى القرآن الكريم في توصيات الحق سبحانه وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنه أكثر الآيات التي تحض على العفو والتي تحض على التسامح ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بها سيدنا النبي مباشرة، يقول له في آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول في آية أخرى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول في آية تانية: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ربنا سبحانه وتعالى يتمدح في القرآن الكريم أصحاب الحلم، أصحاب العفو، وأصحاب التسامح. يقول في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كأنه هذا الخلق، السهولة، الليونة، العفو والتسامح من أعظم الصفات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله كل سهل هين قريب من الناس. هو ده معنى العفو. النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته كلها خط عظيم وكبير جدا من التسامح، تسامح مع صحابته الكرام، تسامح حتى مع أعدائه من المشركين. شوف حضرتك مثلا في إحدى الغزوات بعد غزوة خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم العطايا والغنائم ما بين الناس، وكما ورد في الحديث أنه فرد ثوب بلال بن أبي رباح ثم يقسم للناس منها الذهب والفضة. فيقوم رجل من الأعراب ويقول: يا محمد اعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. وخل حضرتك يا أستاذنا الكريم أنه هذه الوصية ويحك ليست غضبة للمقام الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد لا يغضب لنفسه، وإنما هو يتكلم على مقام النبوة. أي ذنب عظيم يمكن أن تقع فيه؟ فيقول سيدنا عمر: يا رسول الله إئذن لي أن أضرب عنق هذا الرجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف من أعظم صور التسامح في السنة النبوية موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار بعد غزوة حنين، بعدما ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين بالنصر في هذه الغزوة، اجتمع بعض الناس من الأنصار وبدأت ألسنتهم تلوك بمقالة إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اقتسم ووزع الغنائم ما بين المشركين وما بين الأحياء الجديدة في العرب التي دخلت في الإسلام، قالوا إن رسول الله قد وجد أهله. كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا فتح عليه ونصره في غزوة حنين بدأ يوزع الغنائم على أهله الأقدمين، أهل قريش. فيروح سيدنا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف الموقف العجيب، كيف أن سيدنا سعد بن عبادة ينقل رسالة بمعنى واضح صحيح بمنتهى الصراحة، ويقول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، يقولون إن رسول الله قد وجد أهله. النبي عليه الصلاة والسلام استغرب: أنا النبي المعصوم، أنا النبي لا كذب. فيبدأ يسأل سيدنا سعد، يقول له: وما تقول أنت يا سعد؟ طب أنت إيه رأيك؟ ودي كلمة أنا من زمان بستغربها وأنا أقرأ في السيرة النبوية. سيدنا سعد بن عبادة يقول: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي، أنا في النهاية واحد من قومي، أقول مثل ما قالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سعد، اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، ابدأ بقى اجمع للأنصار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم بدأ بحمد الله وأثنى عليه وقام فيهم خطيبا فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ فقالوا: يا رسول الله، قد قلنا إن رسول الله قد وجد أهله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليؤمنوا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أنتوا زعلانين إن أنا أعطيت شيء بسيط، شيء قليل من هذه الدنيا إلى هؤلاء المؤمنين الجدد؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، لو شئتم لأجبتونني، يعني ليه ما تردوش علي؟ فيقولون: لله ولرسوله الحمد والمنة. وبما نجيبك يا رسول الله؟ فيقول لهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم، آتيتنا طريدا فآويناك.
آتيتنا مكذبا فنصرناك. يا سلام. آتيناك مخذولا فنصرناك. كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم طب ما تجاوبوني وقولوا الكلام ده. فسكتوا خجلا ويقولون لله ولرسوله المنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة، يعني في شيء حقير من الدنيا، تألفت بها قوما ليؤمنوا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وارحم للأنصار. شوف يا سيد الكريم هذا الموقف العظيم من العفو والتسامح. ربما يقع في صدور بعض الناس شيء من الضيق لما يكون مش فاهم، لا أقول اتهام، يعني معاذ الله أن يقع الأنصار أو سيدنا سعد في هذا، لكن قد تقع القلوب في ضيق في حرج. هو ليس إن النبي بيعمل كده، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم خصلة ومزية لهم حتى قيام الساعة، ويقول: اللهم ارحم الأنصار، يا سلام، وارحم أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخطأ البشري البسيط اللي ممكن يقع من بعض الصحابة، يعفو يتسامح زي ما بنقول كده النهاردة، ما بيقفش على الوحدة.